السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن اليوم العالمي لمحو الأمية، أين وصل العراق في المستوى العلمي؟ ما هو مستوى التعليم في العراق؟ بعد مضي 16 عاما على الاحتلال، أين وصل مستوى الطالب العراقي؟ ما هو حال المدارس في العراق؟ ما الذي قدمته حكومتما بعد الاحتلال لقطاع التعليم العراقي؟ أسئلة كثيرة نطرحها، ونحن نتحدث اليوم بأرقام كذلك، أرقام مفزعة عن مستوى الأمية الذي وصل له المجتمع العراقي. نسبة كبيرة من الشريحة أو شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وصلت أو دخلت في هذا النفق، نفق الأمية، ومن الصعوبة أن تخرج منه في ظل الإهمال الموجود لقطاع التعليم وكذلك البلد بشكل عام. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بيكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، حذرت عدة جهات من تراجع نسب التعليم وتفشي الأمية في العراق بسبب العقبات الاقتصادية وانعكاس الصراعات السياسية على أوضاع البلد. طبعا مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق وجود 8 ملايين شاب عاطل عن العمل، أغلب أو مواطن أغلبهم من الشباب لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. لكن منظمة اليونسكو ذكرت أن نسبة الأمية في العراق في وقت سابق ذكرت أن النسبة وصلت إلى 47%، والعراق في مستوى صعود مستمر تجاه الأمية. هذا مؤشر من منظمة عالمية تعترف وتقول أن العراق به نسبة قاربت 50%، وهي يعني نصف المجتمع هو أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. طبعا التقارير الحكومية دائما ما تكون خافية لجزء كبير من الحقيقة عندما تخرج، لا تريد أن تشوه صورتها ولا تريد أن تقلل من قيمتها، دائما هذه هي الوسيلة الحكومية متعارف عليها في العراق. لكن التقرير الأممي يقول العراق يقترب من 50%، وقد تتجاوز هذه النسبة أرقام أخرى. اليونسكو عندما تتحدث عن 47% نسبة أمية في العراق هو رقم مخيف في الوقت الذي كان العراق في عام 79 خالي من الأمية، وكرم من اليونسكو كذلك بخمس جوائز لأنه وصل بنسبة بوقت من الأوقات إلى نسبة أقل من 10%، ثم بعد ذلك اختفت. معنا السيد يونس زيد من بغداد. زيد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحب بك ورحب قناة الرافدين المفضلة أستاذ محمد. أهلا وسهلا زيد، حياك الله. اليوم الموضوع الحلقة عن التعليم، تراجع التعليم بالعراق إن شاء الله. نعم، اليوم إحنا اليوم العالمي لمحو الأمية. هذا اليوم ننظر، عندما ننظر إلى هكذا أيام وهكذا تواريخ ننظر إلى العراق كذلك. برأيك العراق وين وصل يا سيد زيد بمستوى التعليم؟ يعني واقع حالنا قبل وهسه، بال 79 أعلن عن محو الأمية، وهسه بال 2019 احنا عندنا نسبة الجهل والأمية تعدت حتى أكثر من درجة النص، يعني أكثر من 50%. نعم. لا مو 60%. نعم. احنا ما نتكلم يعني بس عن اللي مدارسين وما دخلوا أو اللي تسربوا من المدارس. نعم. احنا عندنا طلبة يعني داخل المدارس هم شبه أمية. نعم. لأن رداءة التعليم يا أستاذ محمد تعليم رديء.
80 طالب بالصف الواحد، شلون يستوعب الطالب وشلون يستهم وشلون يعني يصير. والعلة بهذا الموضوع يا زيد على من تعود؟ الحكومة شيء طبيعي متقصدة من وراء هذا الشيء، تدمير التعليم، متقصدة لتدمير الشباب والأجيال اللي جاية. قضت على التعليم وقضت على الصناعة وقضت على كل شيء يا أستاذ محمد. طيب ليش متقصد يعني ليش حكومة تتعمد أن تفسد الشباب، أن تدخلهم في نفق الجهل والأمية والتخلف؟ لماذا ترغب أي دولة في العالم أن تفعل هذا بمواطنيها يا أستاذ محمد؟ إن إذا أنت تحسب هاي الحكومة يعني حكومة عراقية بالتأكيد تكون حريصة، لكن هذه الحكومة ليست حكومة عراقية، إنما هي حكومة ذيول لعدة دول من ضمنها إيران وأمريكا وإسرائيل، تريد تحطيم هذا البلد العزيز وتدميره وتدمير اللحمة مالته والأجيال القادمة وتحطيم المئات السنين، مو سنة وسنتين يا أستاذ محمد. أما من وضع الخطة الخمسينية ما وضعها عن بطرة وفجي لتدمير هذا البلد وتحطيم التعليم به والصحة والقضاء وكل شيء دمره، وما خلوه هو شيء عامر بالبلد، كل شيء دمر يا أستاذ محمد. نعم. وهذا شيء ممنهج هذه الحكومة كثير عليه، وهذه الحكومة يعني من المعيب نقول عليها حكومة، هي حكومة مسيرة وليست مخيرة. واضح. سيارة من قبل إيران ولو يوضعون هم هسه شو اسمه، أنت لو تشوف هسه الأجواء نعم داخل بغداد، يعني أنت تشوف الجهل وين واصل يا أستاذ محمد. يعني إحنا ما ننتقد العالم المعتقداته، لكن هذا تجهيل للشعب العراقي. الدوائر معطلة صار لها أكثر من 15 يوم 20 يوم المناسبة عاشوراء. احنا ما يعني هو بشكل عام تجهيل المجتمع وادخاله في هذا النفق المظلم من الأمية، انه شباب لا يستطيعون قراءة ولا كتابة. تقول الحكومة انهم 8 ملايين، لكن الارقام الدولية تقول انهم اكثر من ذلك بكثير. الشباب اللي هم أساس المجتمع وعماد المجتمع الذين يعتمد عليهم في بناء الدولة، عندما يدخلون إلى هذا المستوى من الجهل، ما الذي تتوقع مستقبلا للعراق في ظل وجود هذه النسبة العالية من الأمية باختصار سيد زيد؟ والله يا أستاذ محمد يعني إذا ما ندارك نفسنا إحنا داخلين في نفق مظلم، نفق مظلم ومخيف، مخيف مخيف للغاية، مخيف للغاية. احنا مارين منحدر ومنزلق ضيق يعني نحو الهوى يا أستاذ محمد. يجب أن تدارك انفسنا، ما نروح على الحكومة ونريد شيء من الحكومة. احنا كشعب لازم نثور، كشعب لازم نثور يا أستاذ محمد. احنا وين وصلنا؟ وضحت الفكرة سيد زيد. أشكرك للمشاركة معنا. السيد أحمد من الأنبار. أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة. أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم أخي عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا نشكركم على هذا البرنامج. حياك الله. طيب وبارك الله بكم على هاي المواضيع اللي تخص واقعنا الحالي اللي موجود في البلد. نعم. والله يا أستاذي يعني الموضوع المحو الأمية هذا يعني احنا رجعنا للعصر، ما أقول لك الوسط، عصر الحجري. نعم. يعني السبب شنو؟ السبب هو الإهمال الحكومي والإهمال يعني الدراسي. يعني أنت تتوقع أنه بلد اللي كانت نسب النجاح ونسب يعني التفوق اللي موجودة داخل البلاد يعني نسب جدا عالية. أبو أحمد، أبو زيد، سيد زيد من بغداد قال جملة خطيرة جدا، أن حتى الطلبة في بعض الطلبة في المدارس هم نفس الأميين بالضبط، يعني لا تميزهم عن الأمي بأي شيء. أيضا هو طالب في المدرسة لكن لا يوجد قراءة ولا كتابة. يعني لدينا أجيال ستخرج في هذا البلد فاقدة للأهلية العلمية التي تسمح لها أن تنتج وأن تصنع وأن تبدع. أخي العزيز، هو هذا هدف منه، هدف أعداء العراق اللي أتوا للعراق، جيران العراق. يعني هو هدفهم شنو؟ ارجاع البلد الى الـ الى الـ الى الـ
يعني إلى الحضيض. يعني الجهل والفقر والتسول وكل ما يمتلكه يعني العصور الحجرية يعني يوصلون إلى يعني هو محو الأمية. محو الأمية بزمن يعني الزمن السابق يعني حتى لا يقولون والله يمدحون صدام حسين. الزمن السابق محو الأمية كان أحسن من المدارس اللي موجودة وأحكي لك الثانوية. طيب وإحنا هسه حاليا بالعراق الجديد، العراق الحديث المتطور الديمقراطي كما تصفه الدولة، يا أستاذي يا جديد يا موضوع يا دولة يا عصر جديد يا أخي العزيز، احنا عصر حجري، عصر مجهول، ما نعرف شنو اللي دا يصير، وما نعرف شنو من اللي دا يقودنا، وما نعرف شنو اللي مستقبل اطفالنا ومستقبل اهالينا اللي موجوده اللي بداخل البلد. يعني انت تصور مدارس ماكو، ما يكون شنو مدرسه، مجرد اسم، مجرد اسم يعني اسماء. يعني هسه انت تصور انه المدرسه لازم تكون يعني كاملة مكتملة من المناهج ومن المدرس ومن المعلم ومن المدير ومن كل الكادر اللي موجود. إذا كانت الدولة أو المرؤوس أو الرئيس والمرؤوس إذا كانوا هؤلاء هم فاسدين وهم جهلة وهم أتوا من يعني شلون نقول من وراء العرباين، إجوا من وراء العرباين وصاروا قيادات، زين شو تتوقع من الجيل يجي؟ يعني لجنة التعليم النيابية تقول إنه العراق بحاجة إلى 7000 بناية مدرسية لإنهاء أزمته في موضوع المدارس. اليوم المدارس في العراق بها نظام الدوام الثلاثي والدوام الرباعي، ولا أعلم هل هناك ربما مدارس خماسي وسداسي، الله أعلم، في ظل هذا العدد الكبير من الطلبة وقلة المدارس. في ظل ما نراه الآن يا سيد أبو أحمد، هل تتوقع أن هذه الدولة ستعمر هذا العدد من المدارس؟ والله هم اصلا يعني هاي المدارس هي للتاهيل او للترميم، اصلا تركوها حتى يسوون 7000 مدرسه. هو الابدا اللي موجود اللي بادي في الموضوع هو الصحه. يعني اذا انت تنظر للمستشفيات اللي موجوده بداخل البلد والعاصمه بغداد اللي هي بغداد اللي يعني العالم كله يعرف شنو معنى بغداد، يعني انت مستشفيات الى 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 مستوى جهل ومستوى ما تعرف. يعني تصور انا اعطيك ولو اني خارج اطلع خارج الموضوع، قبل فتره مختبر تحاليل بممرضه وثلاث شباب معاها ممرضين، تصور ما عندهم الماده التحليل. يعني مثلا ما انا اسوي بتحليل دم او تحليل ثاني، المفروض لازم تكون انه ماده لتحليل الدم او تحليل اللي الانسان ياخذها. تصور ينطون نتيجه للشخص من عندهم، يعني ينطي بدون تحليل، بدون بالضبط والله العظيم. يعني تصور يقول هاي الممرضه، وطبعا لزموهم ويعني قبضوا عليهم وفرفتها هدوهم وطلعوا. ليش؟ لان دول متصلين بروس كبار فاسده. فقلت لك يعني ينطون تحليل من عنده، يعني انسان مريض طيب. يجي عليهم يقول انت كلش مادي. اذا كيف حال الدراسه؟ حال الطالب ما بحال طالب اخي، هم جايين ينهون الطالب، ينهوننا، هم جايين الى هدف انهاء العراق ويصل الى مستوى الجهل. يعني وضحت الفكره ابو احمد، انا اشكرك، شكرا للمشاركه، اعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون. السيد ابو نزار من كربلاء، تفضل ابو نزار. أبو نزار، سيد أبو نزار هل تسمعوني؟ فقدنا الاتصال مع سيد أبو نزار من كربلاء. إذن تقارير حكومية تقول المشاهدين الكرام أن هناك 400 مدرسة فقط شيدت في العراق منذ عام 2003. العراق الذي وعد به العراقيون، عراق الاحتلال الذي وعد به العراقيون، كان عبارة عن أحلام وردية وشعارات براقة لعراق المتطور وعراق ديمقراطي. عندما ننظر الآن إلى مستوى التعليم في العراق وننظر إلى مستوى العراق كبلد غير منتج، نسبة البطالة عالية، الخريجون يجلسون على الأرصفة الآن في الشوارع ويتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، نتساءل أين هذه الوعود إذن التي أعطيت للمواطن العراقي والتي ملأت الشاشات وملأت المنابر التي صدعت رؤوس العراقيين كما يقولون. أبو أحمد والسيد زيد من بغداد اتفقا بنقطة وهم لا يعرفان بعضهما، أن هذه الحكومة تتعمد تجهيل هذا المجتمع، تتعمد إدخاله في نفق الأمية والجهل والتخلف.
السياسات المتبعة الآن دليل على أن هذه الدولة أو هذه الحكومة هي ترغب بما يحصل الآن للطالب العراقي وما يحصل الآن للخريج العراقي، هذه من رغباتها، وإلا لعالجت مشكلة التعليم وكل المشاكل الموجودة في العراق. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة لهاي العصابات اللي اجت لنا ونسبة الجهل الموجود في العراق. نعم. هم دمروا وما في الكفاية، هم حتى العلم دمروا، ما يردون علم ولا يردون يثقفون ولا يردون كل شيء، هم دمروا البلد من كل النواحي، صحيا وتدريسيا وعلميا وكل شيء يعني. فهم اجوا، هم ناس همج اجوا قعدوا على الكراسي ويقبضون فلوس وما يلحقون. سابقا كان اكو محو الاميه، كان النظام السابق حتى على الفلاحين، ويعني راحوا مدرسين فتحوا مدارس حتى على الفلاحين. طيب مو هذا يوصف ام ازهار، هذا يوصف بالنسبه للدوله الحاليه للحكومات المتعاقبه، يوصف انه نظام ديكتاتوري قمعي مجرم دمر العراق ادخل بحروب ومشاكل. طيب انتم اللي دي تحكمون حاليا، ليش ما قدمتوا الافضل؟ ليش ما طورتوا هذا البلد وحسنتوا مستوى التعليم؟ بس اذا النظام السابق ديكتاتوري انجز عمل، انجز بناء، انجز سواء معامل، مستشفيات نظيفة، وبنى قصور، وبنى جامعات، وبنى جوامع، وبنى كل شيء. طيب. هذا اللي يقولون عنه الدكتاتوري. أما هم من إجوا على الديمقراطية مالتهم، على الدبابات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. طيب. شنو سووا؟ أنا أسأل سؤال، هم هاي الحكومة من 16 سنة لها سبنت لها مدرسة؟ الحكومة تقول انه هي بنت 400 مدرسة. ما كذب، هذا اعلام اللي لها ثق، واعتقد لها اكو مدارس من الطين. نعم. يعني كل ما تطلع خارج بغداد تشوف اكو مدارس من الطين. ثق. نعم. انه الاعلام، هم هذول من 16 سنة هم بس اعلام، بس حتى لوجه الانتخابات مالتهم. طيب. لسواد وجوههم هم بس، يعني هم ما يردون يكشفون نفسهم ان هم خربوا، وهم خلوا الجهل وخلوا المستشفيات والموتى والسجون مليانه، هذا ما يحكون به، كله تحت هاي يضمونه، بس نعم. بالاعلان يطلعون ان هم انتجوا وبنوا مدارس وبنوا. لكن على ارض الواقع لا يوجد شيء. ام ازهار اشكرك للمشاركه. السيد ابو نزار من كربلاء، تفضل ابو نزار. ابو نزار حياك الله. ابو زكريا حياك الله. ابو زكريا من كركوك. حياك الله. وصلني ابو نزار. حياك الله ابو زكريا، تفضل. الله يحفظك، يحفظ قناتكم ان شاء الله. الله يسلمك. رحم الله على الشيخ الدكتور حافظ الضاري. حياك ابن العزيز، انا عمري 65 سنة، قضيت محوي امية وعلموني على الكتاب والقراءة والحجية هم وياي. نعم. ابن محمد. تفضل. يعني طبعا الزقيت كانوا يجون من دول العربية، من دول الإسلامية، يقرون بالعراق ويأخذون شهادات من كليات وجامعات العراقية، صحيح ولا أمي؟ نعم. شنو اللي تغير لعد أبو زكريا؟ ليش افترت الدنيا بهذه الطريقة؟ صار العراق الآن يضرب به المثل بالأمية. بالأمية لأنه ما عندنا حكومة، ما عندنا سيادة، سيادتنا تبع الدول الجيران وأمريكا وإسرائيل وإيران، يعني حتى سوريا وياهم، ما يدون العراقي يثقف. نعم. ما يدون الطفل العراقي يقرأ ويكتب، ما يدونه بالشوارع يبيع
حتى شو أمي أمي محمد حتى السليان وجرام هذي حشيشة صحيح ولا يعني والله نسبة المخدرات في العراق عالية صحيح هاي باعترافات حكومية طبعا المخدرات في العراق تقول كل صار عصابات ما عصابات أبو زكريا الشباب اللي ينتج بالعراق الآن هذه الأجيال اللي تصدر اللي تطلع للعراقيين والله ابن محمد أعطيك نقطة الأخبار أطلع قرار من برلمان هذا برلمان السلسلية الخريج الدكتور المهندس خلي طلب الجيش يصير نائب عليه. نعم. هذا 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 طلب وزارة الدفاع للتطوع. نائب عليه عن خريج كمل شبابه وحياته وماخذ شهادة ودكتوراه وما أدري شنو يصير نائب عليه بالجيش. طيب هذا بكل دول العالم يا أخي العزيز إحنا ما عندنا دولة دولة الكفور دولة بس علمونا على الرسمية وما الرسمية الحالة تمشي ما يدرون العراقيين على يعني على نيتهم ما يدرون شكو ماكو هذول السياسيين هم يذبحونا من الوريد للوريد لا شغل لا عمل لا تصنيع لا ايش اقول لك يا والله العظيم بالقرآن البارحة انا اشتغل بالحديث الاجنبي شاب جن حلو مخلص دراسة قال عن يوم شغل كنت شغل عام بالولاد شغل عام بالبلدية صاير هذا بالدنيا صاير بالتاريخ صاير بالكون والله ما ادري والله هو عيب عيني بقول عن حمد بقول عن هو عيب عيني الله كريم أبو زكريا الله كريم دموع غالية حج أبو زكريا أشكرك المشاركة معنا السيد أبو زينب من النجف تفضل أبو زينب نص صوت التلفزيون رجاء اسمعني من التليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله والله بالنسبة لهذا الموضوع يعني هو طويل عريض وشائك نعم والحالة عامة يعني من 2003 مع 9/4/2003 إلى الآن نعم يعني اللي أحكي لك على صعيد النجف لحد الآن ما بنوا مدرسة حكومية واحدة يعني نعم. في حي واحد سبع أراضي لسبع مدارس حكومية نعم ما بنوا من عندها أي مدرسة وإذا يطرحون الموضوع بعض المختصين يعني في الدوائر المعنية بالتربية وغيرها يقلبون الدنيا على رأسه اللي يفتح الموضوع يقلبون الدنيا على رأسه ليش أبو زينب ليش حتى يبنون مدارسهم الأهلية لأن بفلوس نعم هو ما يهم الكم وهذا شوف فدناتي السلبي فظيع نعم الكم بالمتخرجين نعم وهذا اللي يتخرج ما يهمه يتعين او ما يتعين هو يريد عدد طيب اللي ما عنده ويريد يعلم اطفاله هذا في ظل المدارس الاهليه المنتشره هذا شو حيعلمهم وهي الاسعار نار غاليه جدا وما عنده القدره كان ما مسؤول بيك يقول لك ما مسؤول بيك نعم يعني هذول شوف هسه ليش هو دمر التعليم بالعراق نعم يعني حتى دول اللي يتخرجون سواء من المدارس الحكومية أو الأهلية وخاصة الأهلية نعم يعني أشباه متعلمين يعني تيجي أنت الآن مثلا يا زمان إحنا ماجستير ودكتوراه يدرس في مدرسة متوسطة نعم وتيجي للمحافظ شهادة خامس ابتدائي يعني مهزلة كبرى بينما الدستور شو يقول؟ يقول خريج الثالث متوسط يعني ممتحن بكالوريا وناجح للرابع الاعدادي يعين بصفه عامل خدمه بين قوسين فراش او منظف اذا خريج الثالث متوسط طيب وهذا الدستور هم اللي كتبوه يا ابو زينب الدستور هم اللي كتبوه التعليم يعني الحمد لله هزلت ورب الكعبه بس صوت الناس شعب جايف وجبال بلا الله ابو زينب لن نتجاوز لانه شكرا ابو زينب فقدنا الاتصال مع السيد ابو زينب تجاوز مرفوض لكن الكلام بشكل عام يتكلم السيد ابو زينب على المقارنه الغير منطقيه اللي تصير بالعراق الان نائب برلماني او وزير او مسؤول
لديه شهادة إعدادية أو ابتدائية أو مدير عام في مكان أو في المحافظة، وأصحاب الماجستير والدكتوراه إذا محظوظ يدرس مدرسة ابتدائية أو يدرس بالمدرسة، هذا إذا محظوظ، وأغلبهم على الأرصفة في الشوارع، معظمهم الآن بلا عمل، نسبة البطالة عالية جدا في العراق. والآن وزارة الدفاع تطلب من حملة الشهادات العليا والأطباء والدكاترة والمهندسين واختصاصات رائعة جدا، فنى الطالب فيها عمره بشكل عام حتى يصل إلى هذه الشهادة، بعد ذلك تطلب منه الدولة أن يتطوع برتبة نائب عريف، والقائد اللي أعلى منه، القائد اللي أعلى منه أمي، لا يحصل على شهادة أو لم يحصل على شهادة أو حصل على ابتدائية، حاصل على ابتدائية يقود دكتور ولا مهندس ولا أخصائي كيميائي أو ميكانيكي أو إلكترونيك، التخصصات كانت منتشرة، وآداب ولغات وكذا. ميزان العدل في العراق مائل جدا، غير موزون، والدليل أنه ما نراه الآن وحديث الناس على أنه هناك اختلاف كبير في بين كفة ميزان المتعلمين والجهل، نسبة المسؤول الجاهل في البلد لديه سلطة ومال وصلاحيات وامتيازات، والمتعلم الذي فنى عمره في التعلم وفي الدراسة يجلس على الرصيف. أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل كادر القناة. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ محمد قبل شوية تكلمت عن بداية يعني ويا المتصل عن بناء مدارس. نعم. أستاذ محمد احنا ما نريد بناء مدارس بالعراق، احنا خلي احنا النازحين يرجعونا لبيوتنا ويوفر لنا الأمان حتى نعم. نرجع، حتى لو احنا ندرس مدرسة طينية ما يخالف، المهم نكمل دراستنا. بس يعني بس هذا حق، بس هذا حقك يا أسماء وحق الناس كلها، انه حتى النازح يرجع ديرته معمرة وبها مدرسة، يعني ليش بس نطلب انه احنا نرجع لبيوتنا وراضين بالطين؟ راضين بالطين ليش استاذ محمد؟ ليش؟ لان حتى ما يضيع مستقبلنا، لان سنوات تجي وتروح يضيع مستقبلنا، اكو يعني اكو مستقبل قدامنا، فإذا الحكومة يوفر لنا الأمان ونرجع لبيوتنا إحنا ما يصير هالأمية جديد الأمية بالعراق. إحنا النازحين أستاذ محمد، يعني أختي مواليد 2010 هي لحد الآن ما داخل المدرسة. 2010 ما داخل المدرسة، عاد شو وقت تدخل المدرسة؟ يعني أنا مستقبلي راحت، يعني شو وقت أستاذ محمد؟ شو وقت؟ الله يعينكم يا أسماء ويصبركم، وأنا أشكرك طبعا. أنت مأساة، الأمم المتحدة تقول 3 ملايين عراقي نازح فقدوا فرصتهم في التعلم، هذه الأمم المتحدة، وهذه الأرقام دائما كما قلنا دائما ما تغالط الواقع، نسب كبيرة من الذين فقدوا فرصة التعلم والحصول على مستوى علمي والحصول والتعلم في مدرسة تصلح لتعلم طلبة فقدوا فرصتهم بالعراق نظرا للدمار الذي حل بمدنهم والآن مشردينهم. وكما استمعتم إلى السيدة أسماء، أختها مواليد 2010 عمرها 9 سنوات، حتدخل في السنة العاشرة، حتى هذه اللحظة لم تسجل في مدرسة اليمن يسجلوها، وهم بالمخيمات نازحين أو مدارس أهلية غالية جدا لا يستطيعون إدخالهم فيها، وهي تتحدث عن نفسها وعن مستقبلها ومصيرها، فقدت فرصة إكمال التعليم. أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا، بخير الحمد لله. تحية للشو، تحية للقناة، تحية الكادر القناة، تحية للأخوان المتصلين والمشاهدين. الله يسلمك. بالنسبة ما يجري بالعراق من وأخواننا المهجرين ومعاناة الشعب العراقي، واستغرب من بعض المتصلين يقول الحكومة الأولى والحكومة الثانية. هي أستاذ محمد ما في حكومة أولى ولا هي من 2003 هي حكومة بس تغيير الوجوه، ولا هي نفس العصابات ونفس الإجرام وما بالنسبة لأخواتنا أهل المناطق الغربية المهجرين لا يرجون من هذه الحكومة رجوع، فحتى لو رجعوا فتكيد لهم الميليشيات الإيرانية كيد أكثر، لأن عندها مشروع احتلال الإيراني للعراق. نعم. وهو سوف يزول ذليل، لكنه
المشروع عندهم هو تدمير العراق، لان جارة السوء ايران العدو للعراق وللعرب، عنده مشروع وازياله ويحكمون العراق مع اذناب ايران الخونه الذين هم ينهبون اموال العراق من هذه الجراثيم والمجرمين على ضد الشعب العراقي وتحيلت وتحيل العراق. حياك الله ابو فيصل، اشكرك، شكرا جزيلا ابو فيصل. ابو شيماء من ديالى، تفضل ابو شيماء. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا من 2003 لهذا اليوم هم ناوي الزراعه والصناعه والمدارس والتعليم، كل شنو هو؟ نعم. هي جاء منهج من قبل ايران على الشعب العراقي. فعلت ما فعلت بالشعب العراقي من 2003 لهذا اليوم. وانت تدري بمحور ديالى استعملوا اساليب بحجه مساله التعليم. نعم. نهوا المدارس كلها فلشوها على اساس يعمروها من جده وجديد. تدري هسه بمحور ديالى ولا مدرسه مبنيه، مجرد حاطين كرفانات، وتعال شوف هسه هيجي وقت الدوام خطيه الاطفال ولها ماكو. طيب وين العدد المليارات يا ابو شيماء، مليارات اللي يمتلكها العراق من ثروات من الميزانيات السنويه من النفط؟ يعني من 2003 هذا اليوم هي نقمة على الشعب العراقي. الشعب العراقي ما مستفاد من هذا كل شيء، لا حصة تمويلية، لا تعليم، لا زراعة، لا صناعة، لا كل شيء. مجرد الميزانية بيناتهم الدرب متقاسميها، يشترون بيناتهم سلاح ويظلون يفجرون على الشعب العراقي. كل من عنده من أمايمهم وفوق فوق، كل واحد عنده يجي يفجرون على الشعب العراقي ويقتلون الشعب العراقي. وانما مساله التعليم هي مساله يعني منهجيه من قبل ايران على الشعب العراقي. نعم. يعني لا محال الشعب العراقي، تعال شوف محافظه دياله، تعال في المحافظات هسه جواك التعليم وشوف يعني. نعم. فتنا اكو دوله صارها 15 سنه هي دوله مدارسها كرفانات، وين اكو هالشيء؟ وهي اغنى دوله عربيه من نفطها من زراعتها من كل شيء ثرواتها، وين اكو هالشيء؟ ماكو نهو الشعب العراقي نهو بس رب العالمين، حاطين عيننا بعين رب العالمين. وش اسمه، وتعال شوف هالميليشيات خطيه. البارحه الميليشيات هم جو كونه مسات عصابات لحد البارحه، طبوا على شاب خطيه بيته بالمخيسه قتلوه. هي هذا التعليم هم يراجعون ها؟ مجرد سني، مجرد يعني انسان سني قاعد بيته خطيه طبوا له البارحه المغرب. زين، وقبلها بيوم على طريق معقوبه المقداديه شباب اثنين خوان راحوا من بعقوبه رجعوا بيتهم للمقلاديه. نعم. هم بالسياره اثنيناتهم قتلوهم. يعني حاله محافظات انتهت. زين. نعم. حاطين عيننا بعين رب العالمين. وانما شكرا ابو شيماء، اشكرك لي المشاركه، وضحت الفكره. معنا السيد صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. بالنسبه للتعليم، التعليم في العراق عامه، وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه، يعني هسه لو نشوف المستوى اللي بظل الاحزاب الاسلاميه، حزب الدعوه والحزب الاسلامي وغيرهم الاحزاب اللي يقول لك احنا احزاب اسلاميه، يشوفون مستوى وزاره التربيه ووزاره التعليم الى يعني وين وصلوها؟ وصلوها الى ادنى المستويات عالميا. يعني بين كان العراق معتمد عليه بالتعليم، ونعرف احنا قبل 2003 يعني كان اكو طلاب عرب يجون يدرسون عندنا الكليات ويدرسون ماجستير ويدرسون الدكتوراه، وكلها معترف بها، لان تعليم يعني الحكومه السابقه قضت على محو الاميه بالكامل. بعد 2003 الى وين وصلنا؟ يعني هسه شباب، والله العظيم اعرف شباب اني يعني ما يعرف يقرا ويكتب او املاء غلط او وصل مرحله ان الدراسه مو شيء يعني شيء اساسي. نعم. يعني وصلوا المجتمع العراقي سواء اهمالهم للبناء المدارس النموذجيه او المناهج الدراسيه اللي متعمدين بها يغيرون المناهج. تخيل سيد صباح، تخيل سيد صباح انه هناك اعلانات لمدارس خاصه توضع على جدران المدارس الحكوميه في العراق. بالطبع استاذ، هاي كلها مقصوده، يعني هاي دعم المدارس الخاصه، واحنا نعرف موافقات المدارس الخاصه شلون يستحصلوها، لو مسؤولين، لو ناس فاسدين، لو ناس بس بالدوله بالتربيه او بالتعليم لهم ضلع بهاي انشاء هاي المدارس. يعني دعمهم المدارس الخاصه لانها غاليه، والاهالي راح ينجبرون يخلون ابنائهم في هاي المدارس الخاصه، على الاقل يصلون الى مستوى شويه افضل من المدارس التعليميه.
هم هاي كلها مقصوده الحكومه العراقيه والمشروع الصفوي الموجود بالعراق اللي جاي يطبقونه حقيقه بالعراق، تدمير المنهاج وتدمير العقل العراقي وتدمير هاي الطفوله، يخلوها كلها مشرده، يبيعون ماء او يبيعون كلينس او مشربين بالشوارع في سبيل ما يلجؤون الى المدارس يتعلمون، يريدون شعب وطبقه من الشعب مغيبه وغير واعيه وناس ما تفهم، في سبيل يجي السيد او العمامه او غيره من يعطيهم فتاوي تمشي على الناس اللي ما دارسين، لان الدراسه راح توصلهم لمرحله ان شخص يتبعون بشكل عام، يفرزن بين الخطا وبين الصحيح، هم يريدون شعب مغيب، وهاي كلها مقصوده ظل حزب الدعوه مقصوده تدمير المدارس في المناطق السنيه. احنا شفنا هاي الحرب اللي يقولون حرب تحرير من ارهاب داعش، صارت حرب عباده على المدارس وعلى غيرها. نعم. يعني المدارس اللي تفجرت والمدارس اللي دمروها والمدارس اللي حاليا ما عاد يعني ما رجعوها للخدمه وما عدم تاهيلها، ونشوف بعض المدارس حتى بالجنوب ان يعني الرحلات والصبوره وغيرها وملتزمات الدفاتر وغيرها كلها نقص في سبيل يوصلون العالم الى الجهل، ووصلهم يعني نجح هذا. نعم. المرض السرطاني وصل الشعب العراقي الى هذا المستوى اللي هي الحكومه تريد شعب مغيب مغيب من اعلى المستويات في الشرق الاوسط والاوائل كنا العراقيين في التربيه. نعم. والتعليم والقضاء على محو الاميه والمدارس النموذجيه وغيرها الى هذا المستوى اللي هم يريدون حزب الدعوه وكل سياسي، حتى وزير التربيه. وزير التربيه احنا نعرف وزاره التربيه هي اللي المكون السني، نجيبها من محمد تميم الى محمد اقبال وغيرهم، شنو اللي سووه وزاره التربيه؟ وين وصلهم الطفوله واللي يدرسون بالابتدائيه والمتوسطه والاعداديه؟ يعني صفر استاذ، يعني ماكو فد شيء يرتقون به، ما عندهم فد انجاز. الفكره صباحا اشكرك. معنا السيده ام مريم من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك ويحيي قناة الرافدين أخي الكريم. حياك الله. مثل ما قال جدنا أبو زكريا. نعم. الخريج قبل يسوون نائب عريس. نعم. يعني هسه احنا خريجين شو يسوون؟ أخي العزيز دراسة ما بقت للعراق. نعم. دراسة هسه بفلوس. حتى اللي ينجحون هذول أهل الكليات اللي بالجامعات اللي صعدوا ضباط هذول كلهم بفلوس. امتحانات فلوس، اللي يجاوب خير على خير، فلوس عنده ينجح. والما عنده فلوس يبقى مكانه، أخي العزيز. نعم. احنا بالعراق ما بد لا تعدوم ولا بد دكاترة ولا بد طيارين ولا محاميين. احنا إيران سيطر علينا أخي الكريم. نعم. ولا متى يظل يجي العراق؟ تحت خط الصفر. شوف جمالنا رايحين الشوارع لمكانهم يدرسون واحلى عيش عايشين، يلوموا قواتهم من الزباين، زين احنا ذول العراقيين؟ وين خير العراقيين قبل؟ وين خيرنا احنا؟ سيده ام مريم عضو لجنه التعليم البرلمانيه رياض المسعودي قال ان وزير التعليم العالي قصي السهيل الغى خطه خمسيه لتطوير التعليم العالي بدون اي اسباب، وبعدين صدر بقانون لخطة عشرية تبدأ من عام 2020 حتى عام 2030، 2022 إلى 2030 خطة عشرية، وألغى عام 2019 من الجدول. يعني ألغى خطة مهمة جدا للعراق في مرحلة حرجة يمر بها، وأجل إلى خطة بعد كم سنة تبدأ حتى تنتهي أيضا بعد 8 سنوات، يعني مدة بعيدة جدا حتى يباشر بخطة عشرية لتطوير التعليم. اليوم وين الأولوية بالنسبة للمسؤول يا أم مريم؟ وين الأولوية؟ شنو الأولوية بالنسبة للمسؤول؟ أخي أي أولوية المسؤول ما عنده، مسؤول بس يحكي، بس يطلع يصرح، بس كل شيء ما يسوي. والعام هم أعطونا هيك خطة وعشان ينجحون الطلاب ويساعدونهم وكل شيء ما أخي الكريم. الدولة بس بتكون على الطلاب، منين يطلعون مظاهرات يسكتونه بحكاية حكايتين وبعدين يسدون الموضوع. أخي شوف الخريجين شنو حالهم؟ بالشارع يلمون زبايل وكل واحد مطلع له شغلة خطية. زين احنا البنات متخرجين كل احنا 3 سنوات 4، شو تقول علينا؟ نعم. احنا ماكو أي مسؤول بالعراق، ماكو أي مسؤول.
أم مريم أنا أشكرك، وصلت الفكرة. معنا السيد سلوان من صلاح الدين. بعد سلوان نقرأ الرسائل التي تأتي على الواتساب للمشاركين. سلوان تفضل. فقدنا اتصال مع سلوان. طيب نقرأ إذن رسائل الواردة. يقول أحد المشاركين: أخي محمد، إحنا نعتب على اليمن، على جيل الاحتلال الحالي، لو على أبائهم وأخوالهم وعمامهم من جيل الستينات والخمسينات، ما يقولوا لهم كان العراق تاج العرب، ما يقولوا لهم التعليم والصحة، ويعلموهم الغيرة والناموس. ويقول أيضا: التسامع على مر الزمن بالعراق، يوم الخميس بالمدارس، يوم رفعت العلم كنا نسمع النشيد الوطني، في زمن الخونة والعملاء قاموا يشغلون المقتل، والطلاب والطاقم التعليمي كلها تلطم. نسمع أبو نزار، رجل اتصل بينا المرة الثالثة، نتمنى تحصل. أبو نزار تفضل من كربلاء. أبو نزار ثالث مرة. أبو نزار تسمعني حبيبي؟ يسمعك ثالث مرة اتصلت بيكم. تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عن أبو جاسم؟ حياك الله أبو نزار، كل الهلا. تفضل. أسمعك عيني. أسمعك. تفضل عيني. حياك الله. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. والله يا ابو جاسم ترى متعذبين احنا. سيد الله والرسول متعذبين. مثل ما يقول بالعامية ما تنجلي. نعم. الله وكيلك محمد. هاي العصابة اللي اجتنا على الدبابات. اخذلتنا على كذي كذي. نعم. الله وكيلك محمد كفيلك. انت انا جاي احكي وياك، ما كان بكربله. اي نعم. جاي احكي وياك، كهرباء طافيه وقاعد بالظلمه. الله وكيلك محمد كفيلك، وبيني وبين العباس 50 متر. طيب ابو نزار، احنا اليوم عفوا الموضوع اليوم عن التعليم، الكربلاء شنو وضع التعليم بها؟ والله انا بالنسبه لي بالتعليم، التعليم زفي. يعني المدارس، وضع المدارس، وضع الطلبه، شنو الوضع؟ أقول لك مو بس أبو نزار، التعليم كله زفت الزفت. الله وكيلك ومحمد كفيلك، ماكلين محل كلها ماكله واحد. الله وكيلك زفت الزفت. شنو التعليم؟ شنو شوينك التعليم؟ لعد فلوس، لعد فلوس الدولة وين راحت يا أبو نزار؟ هاي الفلوس المليارات. راحت الفلوس الدولة يا أخوي، أنت ما تدري هي هاي من فلوس الدولة. أخذت العصابة، أخذتها يا عصابة. نعم. إجتنا. الله وكيلك عصابة. هذول ما يسمون حكومة أبو جاسم. نعم. دولة ما يسلمون حكومة، دولة يسمون عصابة. عم عصابة ناس كانت دايحة بإيران، ونعلت الله على إيران، وهي اللي بهذلتنا إيران. يقول لك يسأل أحد المتصلين، يقول الناس ليش نايمة، ليش ساكتة، ليش ما تطلع وتخلص العراق من هذولة اللي دي حكمون. أقول لك أبو جاسم، أنت تدري لو ما تدري، يشهد الله، ذاك اليوم قبل مدة ممكن يجتكم بالأخبار، واحد حش على خميني، على شارع ميتم السمار يمنا، ضبوا 30 طلقة. تصدق تحكي عمي 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 كتل وذبح، مو عبالك ولا اعلام انتم كنا ما ينشرها يمكم. الله وكيلك. نعم. وذبح وكتل. الله وكيلك. حش على خميني كذا 50. نعم. ابو نزار انا اشكرك للمشاركة، وضحت لنا اللي كنا نريد نفهمه بخصوص كربلاء. نقرأ رسائل للمشاركين، طولنا عليهم. أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين الكرام والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني، بإرادة عراقية مدربة، بإدارة عراقية مدربة لتخريب العراق، علما أن العراقيين هم أهل معرفة، علموا الإنسانية القراءة والكتابة والأبجدية والألوان والقياسات والحراثة والسير في البحار. ولهذا تشوف أنه محسوب للعراق 1000 حساب، واحد من هذه الحسابات هو عودة العراق إلى التخلف. لكن لا تخاف على العراق، يمتلك حضارة ويتحدى الجهل والظلام والظلم والطغيان، والعراق لديه التجارب مع الاحتلال. والله نصر المظلومين غدا لنظره قريب، والنصر حليف الشعب، والسلام عليكم.
سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك يا أخي محمد، الواقع الذي يعيش فيه حال العراق في كافة الخدمات أسوأ واقع، فساد وواقع مزري، تعليم، صحة وكهرباء، حكومات فاسدة لم تفي بالوعود في هذه الفترات ولم تنجز أي إنجاز يذكر، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان للعراق. لدينا رسالة أخرى، يقول أحد المشاركين سعد من السعودية يقول: لا يمكن أن يرى أي تطور ولو نسبي، أو لا يمكن أن يرى أي تطور ولو نسبي في ظل وجود هذه العصابات المجرمة التي أتت لتدمير العراق وجعله أحواز ثانية. لا أعلم من أي بشر هذه العصابة، حتى الإنسانية لا يحملونها. في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، لدينا في منطقة خان داري ثانوية الشيخ داري تم هدمها عام 2011، إلى الآن لم يتم إكمال بنائها، إضافة تم نقل طلاب الثانوية إلى الابتدائية، وحصلت كذا مرة مشاجرات بين المعلمين والمدرسين بسبب ازدحام الطلاب. طبعا لدينا أيضا رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي، أريد أعرف إلى متى يبقى هذا الحال في العراق وخصوصا موضوع السجناء. أنا الآن لدي 3 إخوة معتقلين بتهم كاذبة ولا صحة لها، وقد حكم عليهم بالظلم وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب القاسي، وهم الآن في سجن التاجي يعانون الويلات في هذا السجن الظالم وتردي أبسط الخدمات ويتعرضون للاعتداءات والمحاربة النفسية. يعني أريد أعرف إلى متى هذا الوضع يستمر، إلى متى هذا الظلم، يعني حيل ملينا، حتى المقابلة مع السجين صعبة وإهانة. شكرا لكم. طبعا شكرا للجميع الذين شاركونا على الواتساب. مشاهدينا الكرام، العراق الذي علم الناس الكتابة كبلد وحضارة ووصل إلى مرحلة محى الأمية بشكل تام، الآن يدخل في نفق الأمية ويدخل في هذا الطريق الوعر، طريق النسبة وصلت إلى 50% تقريبا باعتراف اليونسكو، والحكومة تقول لدينا 8 ملايين أمي لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة، أغلبهم من الشباب. ما الأسباب التي قادت هذا البلد؟ ألا يفترض على الدولة، على الحكومة التي تتحدث وتقول نحن دولة ديمقراطية وتطور، ويقول هما محمودي لا دولة مثلكم، في أي شيء لا دولة مثلنا؟ في الجهل ولا التخلف ولا الأمية ولا نسب البطالة العالية ولا الخريجين اللي الآن يجلسون على الأرصفة ولا هذه الموازنات الغير منطقية؟ عندما يطلب خريج بدرجة دكتور أو مهندس أو درجة علمية عالية أن يطلب ليتطوع في الجيش برتبة نائب عريف ويقود واحد لم يحصل على الابتدائية برتبة أعلى منه بسبب الواسطات والتحزب، هذا ليس عدلا ما يحصل في العراق، وليس هذا المقياس الذي يجب أن تقاس به الأمور. العراق الآن كما قال المتصلون يجب أن يخلص من هؤلاء بأي شكل بأي ثمن، هذا هو الرأي المجمع عليه من قبل المشاركين. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.